الرحيم. بسم الله الرحيم. نواصل تسجيل الميوزيكال ديس اوردر. اليوم هناخد سباينا بيفدا وسباينا البيفدا او سباينا بيفدا. زي ما شايفين هذه الصورة المبدئية لسباينا بيفدا. الديفينيشن اللي هي كونديشن ذات ريفيرز تو ذا اي ديفلوبمنت ديفكت اوف سباينال كولوم ان ويتش ذا ارش of one or more of the spinal vertebra failed to fuse. يعني في الفقرة في حاجة بتسموها البادي وحاجة spinal process spinal process واللمنة والفاسيت والبديكولا. هذا كله بسموه هذا ايه كانوا بسموه الارش الفرتيبرال ارش وهذا البادي. فبكون فيلير في الفيوجن ما بتلحمش كويس متسكرش فقرة أو بعض أو أكثر من فقرة في خلال الحياة الجنينية. يعني داخل الرحم ما بتلحمش متسكرش فيل تفيوز يعني ما بتلحمش. It may involve entire length of the venular tube or restricted to one area. ممكن تاخد كل النيورال تيوب القناة العصبية أو يعني منطقة على طبقة أو منطقة واحدة. كمان ديفينيشن طبعا لاتين سبلين سباين از ديفلوبمنتال كونجنتال ديس اوردر. طبعا عيب خلقي كوزد باي انكمبليت كلوزنج اوف ذا امبريونيك نيورال تيوب. يعني مسكرش القناه العصبيه خلال فتره الامبريو في الجنين. سم فيرتبرا اوفرلاينج ذا سباينال كورد ار نوت فولي فورمد اند ريمين ان فيوزد اند اوبن. يعني بعض الفقرات اللي بتغطي العمود الفقري العمود الفقري والنخاع الشوكي ما بتبقاش كاملة النمو وبتضلها مفتوحة unfused and بتضلها open. If the opening is large enough, إذا كانت الفتحة هذه كبيرة, this allows the portion of the spinal cord to protrude through the opening of the bone. يعني بتأدي إلى بروز الجزء من النخاع الشوكي اللي هي خلال هذه الفتحات او التجوفات او عدم المناطق الضعيفه اللي ما فيش فيها بوني فبتطلع بره. There may or may not be fluid filled sac surrounding the spinal cord. ممكن ما يكونش يعني ساك زي الكيس موجود يعني بالفلويد, يا اما في فلويد او بدون فلويد بيكون. هذه الصوره هي هذا بروتروجن شايفين كيف فيش التئام وهذا طالع بره. هاي هذا برضه نفس الصورة شايفين هذا مكبرة كبيرة. هذا الأناتومي تبع البرتيبرا. الكوزز أو الإتيولوجي في الحقيقة السبب الحقيقي unknown مش معروف, لكن في بالديسبوزنج فاكتور ممكن تساعد في يعني تطور هذه الحالة. أول حاجة نيوتريشنال ديفشنس نقص غذائي, أكثر حاجة اللي هو الفوليك أسيد which help in the neural tube development. هو الفوليك اسيد صار بيعطوه للحوامل مع بداية الحمل عشان ما يصيرش عندنا الديفكت في النيورال كانال او نيورال تيوب ديفلوبمنت. In absence of this is an the first trimester. يعني اذا كان في الاول الترايمستر ما كانش موجود بريجنسي, the child may born with spinal bifida. عشان يكسر السيدات الحوامل يعطوهم الفوليك اسيد زي سبلمنت عشان ما يصيرش عندهم المشاكل هذه. ممكن يكون جينيتيك فاكتور فاميلي هيستوري في بعض الأسرة صار في عندهم قبل هيك. if woman bear a child with spinal bifida إذا كانت ولدت الست قبل هيك طفل بنفس الشيء. there is a chance that another child having spinal bifida. لو الست ولدت طفل يعني احتمال الطفل اللي بعده يكون عنده اللي هو برضه ممكن يكون عنده spinal bifida. This is most common in female than male. يعني هذه الحالة بتظهر في الفيميل أكثر من الميل في الذكور يعني. طيب كمان ممكن CSF pressure ضغط السائل النخاعي cerebrospinal fluid blocking the circulation of CSF can cause pressure in the spine of the unknown unborn baby which can lead to spinal bifida. يعني ممكن لو في ضغط في الـ CSF وموقوف الـ circulation ممكن الضغط هذا يعمل يعني الطفل هو لسه مش مولود يعمل الـ spinal bifida. ممكن بعض الأدوية such as anticonvulsant drug زي الفالوم
الحاجات اللي هي ضد التشنجات. بعض الحالات المرضية زي diabetes, conditions such as diabetes, obesity, fever also increase the chance of delivering a baby with spina bifida. طبعا هذه كلها يعني احتمالات، مش ضروري كل ست عندها سكري أو ناصحة أو سخنات تصير عندها، بس أنا لقوا في الأبحاث والإحصائيات لقوا هذا المعدل أكثر. types of spina bifida، في عندنا spina bifida occulta، يعني an abnormal or confined to the vertebra only and it's due an unclosed posterior vertebral arch، يعني هذه بس بتكون محدودة في الفقرة نفسها. this has no visible defect to the external، يعني ما فيش بروز خارجي يعني مبين واضح زي كيس زي إشي زي اللي شفناه في الصور. It's occur most of the lumbosacral area، دائما تيجي في منطقة القطنية في اللمبار area. There is a dimple، حاجة تكون زي الغاطس لجوا. Hairy patch، بتكون فيها شعر كثير. Dark spot، وفيها سمار كثير. أو swelling over the affected area، المنطقة اللي بتكون فيها الكذا. ال spinal cords are and nerves usually normal، يعني النخاع الشوكي والأعصاب بتكون تقريبا كلها سليمة. حيث يعني هنا في بس بروز زي نخ ذهان، في بروز خفيف يعني مش مبين كيس أو زي. It is the middest, mildest type of spina bifida، هذا أخف نوع أو أبسط نوع من سباينا بيفيدا. It has no symptoms. There is a gap in one of the more of the vertebral signs. spine، يعني في فجوة بين الفقرات بتكون. ما no treatment needed، يعني بتكون لازمة. السباينا بيفيدا سيستيكا، يعني فيها تكيس أو في انبعاج كيسي برا بيطلع. The more severe type of spina bifida، this refers to the visible defect with the external sac-like protrusion، يعني أنا بكون في عندنا هذا خطر أكثر أشد، في بنشوف حاجة defect موجودة مرئية تطلع زي الكيس برا وبارزة برا الجسم برا ظهر الطفل أو الطفلة. It has two major forms، لها شكلين أو نوعين، meningocele ومايلو مننجسيل. مننجسيل بس المننجيز هي اللي طالعة كيس، لكن مايلو مننجسيل فيها اللي هي المايلاين شيت والماصل لازم تكون موجود. نيجي واحدة واحدة. المننجسيل زي ما شايفين هاي النيرفز، هنا مننجيز طالعة برا، سباينال فلويد موجود هان بس. It is a rare cyst form in which cyst or fluid filled the sac، يعني بيكون يعني the rarest form، هو أقل نوع. rare معناها نادر، أو rarest بتيجي الصفة، أقل نوع موجود، وهذا دائما بيكون عبارة عن كيس مليان بالفلويد بارز booked through an open part of the spine، اللي هي المنطقة الفاتحة بيطلع منها. The sac contain membranes، الساك ايش فيه؟ membranes غشاء that protect the spinal cord but no spinal nerves، يعني لكن الكيس ما فيش فيه spinal nerves. there is no neural elements، في شيء حاجات عصبية but only cerebrospinal fluid، اللي هو بس السائل النخاعي واللي هو المننجيز. يعني العمود spinal cord زي ما هو زي ما انتم شايفين هذا مش بارز ولا protruded لبره. المايلو مننجسيل most severe form، يعني أكثر خطورة أشد. of spina bifida cystica، the cyst holds both membranes and nerves root of spinal cord and often the cord itself، يعني هذا الانبعاج اللي زي ما انتم شايفين بيكون ممكن يكون يحتوي على الغشاء الأغشية النخاعية، النخاع يعني الممبرينز السحائية، بعض الجذور العصبية، أو ممكن جزء من السباينال كورد يعني يكون بروترودد أوتسايد. almost 96% زي ما انتم شايفين هاي العصب، وان هذا ممكن يكون فيها جزء موجود. هذه الصورة برضو من الجوميلوسيل ومن الجوسيل، هنا بس كيس ومليان، هنا في طبعا خاش الشاي المننجيز طالع برا، وفي ممكن جزء من
اللي عصرها بموضوع الدهانة. أنا اللي هي الصورة بتوضح برضو نورمال بنيو بورن فيرتبرا، هاي هذه الفقرة. طبعا هذا شكل قط عرضي بقطاع عرضي سباينال. النوع الأول سباينا بيفدا أوكلت، يعني مسكرة ما يدوب، ما فيش انبعاج ولا إشي، بس هيك بروز خفيف. النمرة بي سباينا بيفدا وذ ماينينجوسيل، يعني في كيس بس اللي فيه الممبرين مع الفلويد. سباينا بيفدا وذ مننجو مايلوسيل، أنا سباينا بيفدا فيها الممبرين وجزء من الأعصاب أو ممكن جزء من النخاع الشوكي. النوع الدي سباينا بيفدا وذ مايلو سيسيسيس، يعني فيه بكون برضه أعصاب موجود. هي صورة توضيحية، سيست اوف بيبي وذ ايش الباث فيسيولوجي اللي بيكون هان اندر نورمال سيركمستانسز، تحت الظروف العادية ذا كلوجر اوف نيورال كانال او نيورال تيوب اوكير اراوند في الاسبوع ال 23 و 27 افتر فيرتلايزيشن، يعني بعد عملية التخصيب داخل الرحم. يعني هذا النيورال كانال بتسكر مع الاسبوع 23 او 27. هاويفر مع ذلك سم if something interfering، إذا أجي في أي شيء خلل، مثلا ست أخذت أدوية زي anticonvulsant أو ست عندها السكر غير منتظم، having relative with spinal failure، ممكن يكون جزء نسبة من هدول الناس يصير عندهم اللي هم spinal bifida زي ال obesity increase body temperature and form of fever. نيورال تيوب فيلز تو كلوز، القناة العصبية ما بتسكرش بروبرلي، يعني بطريقة سليمة. As a result a neural tube defect occur، عشان نتيجة نيورال ديفكت العطل أو التشوه اللي صار. طب وين أكتر مكان بتصير فيه هذا السباينا بيفدا؟ وين؟ The most common location of this malformation is in the lumbar and sacral area، في منطقة اللمبر، المنطقة البطنية، ومنطقة العصعص أو العجز هي أكتر حاجة. ايش الكلينيكال مانيفستيشن؟ الكلينيكال مانيفستيشن انا تعتمد حسب الديجري اوف سباينال ديفكت، قديش في ديفكت في السباينال كورد. ريدلي ابرنت اون انسبكشن، يعني اللي بيكون موجود عندنا في بروز، في تشوه خلق احنا شايفينه واضح. لوس اوف سنسيشن بلو ليجن، يعني ممكن يكون السنسيشن زي يعني ما تحت هذه السباينال بيفدا ما فيش احساس، ممكن تلاقي في عندنا شلل في الاطراف السفلى، في عندنا ممكن يكون بور يورينري اند بلادر كنترول، يعني عدم تحكم في البول. كمان ممكن يكون في البرال there is an overflow of incontinence with constant dribbling، يعني برضه بس تلاقي في تنقيط في البول due to the nerve dysfunction that supply the bladder، يعني بكون البول ما فيش فيه تحكم وممكن في يكون يعني dribbling او تنقيط. كمان joint deformity in lower extremity، ممكن يكون في تشوهات في lower extremities of muscles of the lower extremity. orthopedic abnormality زي club foot hip dislocation، ممكن يكون club foot يعني تلاقي الطفل رجله هيك ملوية لقدام، يعني مطعوجة هيك بمشي هيك زي الفكحة يعني لجوا. hip dislocation ممكن يكون في خلع وركي. طب scoliosis، سكليوسز هو بيكون عندنا انحناء في العمود الفقري إما للرايت أو الليفت، يعني بيكون عيان بيمشي ومجنح على اليمين أو على الشمال. الكيفوسز قلنا العيان بيمشي وظهره مقوس لقدام. واللوردوزز اللي بيكون ظهره قابع لورا زي الست ما بتبقى حامل في آخر شهر. هذه الأبنورمالتيز في السباينال كورد أو في السكليوسز. هيدروسيفلس ممكن يكون في استسقاء في الراس، سويلينج ممكن يكون برين دامج. كيف بدنا نعمل اسسمنت؟ طبعا هيستوري توكينج سبجكتيف داتا، نسال الاهل عنكم صار حاله قبل هيك، يعني الست عندك سكري، فاميلي هيستوري، خلال الحمل كنت تتابع، كنت تاخذ ادويه، ايش الادويه اللي اخذتيها، كنت تتابع مع الطبيب، هل استشارة الطبيب ولا لا. الهيستوريكال نيوتريشنال هيستوري للمضر، هل بقت تتغذى كويس، تاخذ فوليك اسيد في الأكل أو تاخذ حبوب جاهز ولا لا. يورين أند فيكال إنكونتيننت، هل الطفل أو الطفلة بتحكم في البول براز. أسك فور باراليسيز،
نسأل هل في ضعف في حركة الطفل أو حاسين زي شلل أو قلة في الأطراف اللي هي زي اللور اكستريمز. الأوبجكتيف داتا الواضح هو يطلع ذا تشايلد كوندكت نيورال أسسمنت، يعني نشوف في استجابات عصبية ولا لا. الأسستيك أسستيك فيزيكال إكزامينيشن اللي هي الريسبونسز العصبية، البريك ريسبونسز يعني ممكن تكون عصبية ولا لا. دايجنوزز في بري نيتال تيست، يعني ممكن قبل الولادة تنعمل داخل الجنين خلال الحالة الجنينية، اللي هي AFB زي بسموه ألفا فيتو بروتين سكرينينج. طبعا هذا بكون إذا في أسمنة ده بكون عالي، ممكن يعمل ألترا ساوند للبيبي تستينج فانيوميتك فلود، يفحصوا السائل الأميوني اللي حوالين الجنين. الإيميجينج ستادي الصور الأشعة إكس راي عادية، يعني ترول أوت أوكالتا أو سباين ريفت عشان نتجنب إنه في مسكر السباين ولا فاتحة. ألترا ساوند أوف برجنانسي بتوين 6 أند 8 ويكس، يعني لازم برضه الست تتابع ألترا ساوند من الأسبوع السادس للثامن عشان نشوف إذا في أي ديفكت في النيورال كانال. سي تي سكان ترول أوت هيدروسيفالاس أند يعني أشعة مقطعية إذا عشان برضه نشوف في الشهادة يصير فرص ولا لا. وبعدين الأم أر أي اللي هي ماجنتيك ريزونانس إيمج. الميديكال تريتمنت يعني there is no cure for spina bifida، يعني ما فيش شفاء تام للسبينا بيفدا. ليش؟ ال damage of nerve tissue cannot be repaired nor it functions be restored، يعني الأعصاب ما بنقدرش إحنا تتصلح وبذلك function تبعها ما بيستعاد. فالخلل أو الدمج في الأعصاب permanent damage permanent paralysis. Most children with the spina bifida have mild defect and may not need treatment زي spina bifida occulta. بعض الأطفال اللي هي نوع spina bifida occulta اللي ما فيش تكيس خارجي ولا شيء، انبعاج خفيف والنتفة غارزة لجوا والفيش يعني الأعصاب شغالة والسبينال الكورد منيح، ما بلزمش أي تدخل علاجي ولا جراحي. لكن but child with severe deficiency may need surgery، يعني ممكن الأطفال اللي عندهم يعني خلل معين ممكن يحتاجوا إلى جراحة. السيرجري إيش تحت الجراحة؟ involving putting the meninges back بنرجع اللي هي المننجيز بنرجعها لجوا النيورال كانال في مكانها and closing the opening the vertebra بسكروا عملية الفتحة اللي هي مش اللي ناقصة فتحة خلال اللي هي يعني الولادة الديفكت. كمان ممكن يعني the surgery is done between 24 ل 48 hours، لازم تنعمل الجراحة بدري after birth بعد يومين أو 4 أيام. There is also surgery to treat hydrocephalus، ممكن إذا في hydrocephalus استسقاط الرأس by placing a shunt ممكن يعمل تحويلة. Fetal surgery is also done to promote early surgical closure of the spinal fluid. ممكن يعملوا جراحة للجنين، وهذه طبعا جراحات معقدة. أنا ممكن أستخدم assistive technology assistive technology زي electric wheel electrical wheel chair، يعني كرسي كهربائي زي ما تشوفوه السيارات هذه. braces أربط عشان ما يقعش الطفل، أو crutches عكاكيز to help the child get around يقدر يتحرك ويدور حواليه. Medication involves treating the complication and sign of soothing، يعني لو في وجع في خذلان في كذا. Physiotherapy to improve day to day life and boots independence، يعني نحاول نعمل تأهيل للطفل يوم عن يوم عشان يعني to boots independence نعزز أو نحسن للطفل ما يكونش يعني عالة completely على الأهل، يعني يقدر يروح يعمل ويجيب شغلات الخفيفة أدام صار يتحرك ويعمل. النيرسينج مانجمنت لو نعمل المريض جراحة pre-operative
position the child in prone with leg abducted، حط الطفل على وجهه يعني بالنايم على وجهه ورجليه abducted يعني بعاد عن بعض عشان نقلل الضغط على الساك وبلاش يصير للساك أي تروما. إذا كان الطفل حديث الولادة طبعا put the child in the incubator or warmer area without clothes، يعني بنحط الطفل من غير ملابس على جهاز الإنعاش اللي بيبقى في الحضانة من غير يعني، واللي بيدفي جهاز التدفئة. This maintain normal body temperature and reduce trauma from the clothes. برضه بتخاف مع الملابس تصير تروما واحنا مش شايفين للبيت. Apply dressing moist، الدريسنج يكون رطب عشان not adhesive، ما يكونش يلزق ممكن يمزع السكن، هذه طبقة رقيقة. To avoid drying of the area، نتجنب انها تكون ناشفة due to heat in the incubator. Strictly use sterile gauze so as to prevent infection، دائما نستخدم الغيار او الشاش اللي بيكون معقم عشان نمنع اي infection. Change dressing 2-4 hours to avoid drying، يعني بنغير الغيار على المكان من خلال 2 ساعة لـ 4 عشان نتجنب انه ينشف. نستخدم النورمال سلاين، محلول الملح العادي، أو سيلفر نيتريت تو أدرسينج، أو مادة السيلفر نيتريت عشان في الغيار زي مادة الحروق. جنتل هاندلينج ذا تشايلد أفويد أني ريسك أوف تروما، لما نحمل الطفل شوية شوية بنحمله وإحنا حاملينه برضه تخاف نعمل من التوقي يعني تتجنب نعمل له أي أذى أو أي تروما. Change the child's position every 2 hours، يعني بنغير وضعية الطفل كل 2 ساعة to promote circulation and prevent development of decubitus cubital sores. ال vital signs بنتابعها، وإذا في signs of intracranial pressure، signs of hydrocephalus لازم نقيس رأس الطفل يوميا، cover the sacrum with sterile سيرجيكال درايفر، منطقة الساكرم نغطيها ب يعني فوطة نظيفة، بطنه نط لاتكس تيب، بنحطش لاتكس تيب، ميجر ذا هيد سيركمفرنس يعني، بريبير ذا ماذر سايكولوجيكالي اند فاذر، يعني بنحضره نفسيا انه هذا بدنا نعمل عملية للطفل وضعه كذا كذا. ابلاي جنتل بريشر to suprapubic area to facilitate urine emptying. بنعمل يعني gently برشر عشان نفضي لمثانة. gently do a range of motion of the extremities of the child، يعني بنعمل شوي شوي برضو exercise بس للطفل خلال الوضع عشان ما يتعب. post operative care، position the child in a prone position. prone position عارفين اللي هو الطفل بنام على وجهه يعني تقريبا او على جنبه اليسار وجسمه لوجهه يعني لتحت عشان ايش؟ to avoid pressure on the suit، نخفف الضغط على الغرز، or side lying او على جنبه يعني alternatively، يعني بنحط الطفل يا نايم على بطنه شوية وبعدين بنحطه على جنبه. بنشوف ال vital signs كل 30 دقيقة للطفل. use major to avoid any infection، يعني دائما في الغيار في قبل ما نمسك العيان نغسل ايدينا او نلبس جوانتي عشان نمنع الانفكشن للمريض. مونيتور انبوت اند اوتبوت، نتابع الانتيك والاوتبوت في البول والبراز والمحاليل. encourage the mother to continue breastfeeding، ينفعل الام تستمر في الرضاعه. if the child being breastfed فيدك، يعني إذا الطفل بيرضع ولسه ضايل بيرضع تخلي ترد الست يعني ترضع الولد. Resume the feeding after the effect of anesthesia، طبعا لما نتأكد إن الطفل صح من البنج بنقول للست ترضعي، يعني استعادة الرضاعة بعد ما الطفل إحنا يصحى من البنج وصحصح كويس. Remove the dressing after 48 hours to check any signs of bleeding or bulging، يعني بنكشف على الغيار بعد 48 ساعة نشوف إذا في
أي علامات بليدنج أو بلجنج أو أي انبعاج أو انتفاخ. سيكولوجيكالي كير تو ذا مذر أند فاذر، يعني المواساة والتطمين النفسي. أوبزيرف فور ليكج، نتأكد في ليكج في الوند ولا لا. مينتين باسيف رينج أوف موشن وذ ذا اكستريميتيز تو بروموت سيركليشن، يعني بنحرك ايدين ورجلين الطفل شوي شوي عشان نضمن انه في سيركليشن جيدة. Give high fiber diet to the child، نعطي غانب fibers if above 6 months، إذا الطفل كبير فوق 6 شهور. To avoid constipation، عشان نتجنب اللي هو أي إمساك. عشان نخفف ال anxiety، to allay anxiety counsel the mother on the condition of the child، يعني بنعمل لها استشارة، بنعمل لها جلسة يعني مقابلة، بنعلمها ايش حالة الطفل، ونشرح لها ايش اللي صار وايش اللي انعمل. teach the patient to observe for signs of complication، يعني بنقول لها يتابعون حالة الطفل اذا في signs of complication زي ال ear convulsion. teach on the care of the child، يعني ايش كيف يغسلوا للولد، كيف يحمموه، كيف يحطوا الدريسنج، هذه كلها الامور يعني complication اللي ممكن تصير. meningitis due to infection، طبعا المينينجيتس مفتوح. hydrocephalus due to increase intracranial pressure، استرطاف الرأس نتيجة ضغط داخل الجمجمة. physical and neurological problems، يعني ممكن عنده يكون حاجات عصبية أو جسدية. lack of normal bowel and bladder control، ممكن ما يتحكمش الطفل بالبول والبراز. paralysis of the leg، ممكن يصير شلل الأطفال عندهم. latex allergy، ممكن يصير عنده حساسية من latex dressing أو الجوانتيير. هذه كل الأمور، هذا يعني كل الأمور اللي هي مهمة في الأسبوعين اللي بيفتح. السلام عليكم.